بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل. تفضل. وبعد، هذا كتاب المجتبى المعروف بالسنن الصغرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله، كتاب الطهارة، باب كيف يستاك. كيف يستاك؟ قال لما انتهينا من طبعا احنا الآن في كتاب الطهارة، وانتهينا في المجلس الماضي من باب السواك، الآن في باب كيفية السواك، يعني كيف كان يستاك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل رجل على أمير فقال: ما هو الأمر من السواك؟ قال: استك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قلت. فهمتم؟ repeat again، الذي لم يفهم نعيد. قال: ما هو الأمر؟ فهمتوا؟ إيش؟ لا لا، هذا كلام في اللغة حتى تفهموا إن سبحان الله جمال اللغة العربية. إجابة هذا الرجل صحيحة، إجابتها إجابته صحيحة لغويا، لكن سأل آخر فقال: سك يا أمير المؤمنين. فهذا من فوائد أيها الكرام الفضلاء، إذا ترادفت عندك المرادفات فخذ أفضلها، ولكل مقام مقال. أحد الأمراء رأى يوما رؤيا أن أسنانه كلها تقع في يده، فاستدعى معبرا، قال: جيبوا لي معبر يعبر لي. فقال: يا أمير المؤمنين تموت. قال: بئس ما قلت، اجلدوه وأخرجوه. قال: وإيتوني بمعبر آخر. قال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين على الخير، إنك آخر أهل بيتك يا أمير المؤمنين معمرا إن شاء الله. في ديفرانسيس بين المعنيين؟ لا، ما فيش. هو في النهاية ميت ميت، لكن انظر إلى إيش؟ إلى جمال اختيار الكلمات. قال: فدعا له وأمر له 100,000 دينار. أرزاق الملافظ، الملافظ سعد. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة الضبي. نعم. قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى. احنا قلنا أبو بردة هذا ابن من؟ ابن عبد الله بن قيس ابن أبي موسى، يروي الآن عن أبيه، وأنه ولد في البرية، فلما ولد جيء به في بردة فكني بها وسمي بها، من هنا اسمه كنيته، اسمه كنيته أبو بردة. نعم. أيوة. قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بردة عن مين؟ عن أبي موسى، يروي عن أبيه عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، وهذا من خماسيات الإمام النسائي. نعم. قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف. يستن يعني يتسوك عليه الصلاة والسلام، الاستنان هو السواك. نعم. وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع يتأوه عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي لما يتسوك ويضع طرف السواك على إيش؟ على اللسان، يعني حتى اللسان كان يتسوكه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دلالة على كمال النظافة. فالتسوك هنا وإن كان معالجة الأسنان، وكذلك معالجة ماذا؟ معالجة اللسان. ويبالغ في ذلك، يقول من شدة إيش؟ تسوكه له عليه الصلاة والسلام. نعم. باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ أيوة، الإمام يعني ولي الأمر، هل يستاك بحضرة الرعية أو الرجل الفاضل في طلابه كالشيخ في طلابه أو مدير العمل في موظفيه أو الأب في حضرة أولاده، هل هذا يسوغ أم لا؟ نسمع الآن. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال: حدثنا. ليه؟ لأن عندنا يحيى هذا كثير، عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، وعندنا أسماء كثير، يحيى ابن سعيد لهذاك ابن معين، هنا يحيى ابن سعيد، وعندنا يحيى قال ابن سعيد. نعم، عندنا يحيى ابن معين، فأراد هنا أن يزيل الإبهام ليعلم من الراوي. نعم. قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال.
سبحان الله. شوف الآن، الآن هذا الحديث من السداسيات، أعد السند. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت. هذا من السداسيات، سداسيات أول حديث مر معنا في سداسيات الإمام النسائي. نعم. قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. وهذا من جماله عند المشي، إذا كنتم ثلاثة فلا تتعاقبون وراء بعضكما فلتكتنف بعضكما، يعني يمشي واحد على يمينه والثاني عليه على شماله. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما فيه. أيوة، يعني هم جمعة أبي موسى بحكم أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه والنبي يدنيه، وهم من الأشعريين، أي من القوم الأشعريين الذين أتوا مع النبي وكانوا قرابة 70 وذهبوا إلى الحبشة. هم خرجوا من اليمن يركبون نوتيا، فألقت بهم المياه فين؟ في الحبشة، فجلسوا هناك. ورجعوا مع مين؟ مع الصحابة لما رجعوا من هجرة الحبشة. فسأله العمل، يعني سأله الوظيفة للنبي إيش؟ أن يستعملهم عليه الصلاة والسلام في مع عماله جمع زكوات أو ولاية من الولايات إلى غير ذلك. أحرج هنا مين؟ أبو موسى. قال والله رسولنا أنا والله ما أعلماني بهذا أبدا. ولذلك الإنسان أحيانا ينتبه بوجاهته أن يحرج عند من يذهب إيش؟ أن يذهب إليه. نعم. قال ما أطلعاني على ما في أنفسهما. نعم. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. هذا فيه فائدتان، فائدة أولا أنهم لم يخبرا عما يجول في أنفسهما، وقال وإيش ولم يشعراني. هذا من فوائده الفراسة عند المسلم. أحيانا الإنسان ممكن يتكلم معك في أمر فتستطيع، وهذا اللي بيسموه عندنا الآن كاركتر أناليسز، اللي هو إيش؟ تحليل الشخصية. فتحليل الشخصية لا حرج فيه إذا كان بني على أسس سليمة، إن تحليل الشخصية من خلال البادي لانجوج يسموها، أو ما يسمى لغة إيش؟ لغة الجسد، أو تحلل شخصية الإنسان من خلال كلماته وألفاظه إلى غير ذلك. فهنا هذا كله يدل على ذلك، يدل على هذا الأمر اللي الناس الآن يعني ولجت فيه كثير، ما يسمى به التحليل أو دورات تحليل ماذا؟ تحليل الشخصية. هنا قال لم يشعراني، يعني أنا ما شعرت أبدا من خلال الحديث بيننا ونحن في الطريق إليك أنهم يريدان ماذا؟ يريدان وظيفة. وهذا من فوائده أن الإنسان من خلال قسمات الإنسان وحواره يستطيع أن يعلم ما يدور في دواخله، وهذه هي الفراسة. نعم. قال فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من ما يطلبه. نعم نعم. ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن ثم أردفه. يعني قال إحنا اللي يطلب العمل لا نعطي، لأنه هو دائما سبحان الله الإنسان إذا طلب العمل لا يعان عليه، وإذا تركه وزهد فيه يعان عليه. وأحيانا الإنسان يطلب العمل إلا أن يكون خليقا بذلك، والنبي علم أنهم ليسوا كذلك. مثاله أن يكون خليقا إيش؟ يوسف عليه السلام. نعم. ثم أردف. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فالنبي علم أن هؤلاء أو أن هذين الرجلين لا يصلحان لماذا؟ للعمل، فردهما وقال بل اذهب إيش أنت، وجعله عامله على بلاد اليمن. نعم. ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه. ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. لأنه يكون مستشرفا له ليس أمينا في العمل. يعني بعض الناس يطلب الوظيفة من باب الجاهة أو ما يحصل من وراء هذه الوظيفة من إيش؟ من المكانة، ولا يكون خليقا بما فيها من التبعات، فهنا لا يعاني، يتعب كثيرا في هذا. فالأولى في الإنسان أنه يبتعد عن المناصب وأن يزهد فيها. نعم.